ان شاء الله نتمنى توفيق المنتخب ويفرحنا ان شاء الله. توفيق ان شاء الله، هي مباراه صعبه، نتمنى يمارك يغلب، هذا هو الهدف ان شاء الله. هو ماتش صعب بس ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله، وخاوه خاوه وان شاء الله المغرب تربح ان شاء الله. وتحياتي لنسايبي فتازة عين بوسالف. ديما مغرب خاوة خاوة. أنا جيت أنا والأسرة ديالي باش نتفرجوا في المنتخب، هذه ثاني مرة جيت المرة اللي فاتت، حتى هي جيت في الماتش ديال ناميبيا، وإن شاء الله كنتمناو لهم الفوز أكيد، وحنا متفائلين بإذن الله. طبعا غادي نفوزوا مربوحة بإذن الله. أنا مصرية ومغربية وجيت نشجع المغرب مربوحة. إحنا لينا النهاردة عشان نشجع المغرب، ان شاء الله الفوز المغرب معاكم باذن الله بقلوبنا، المصريين كلهم مع المغرب.